أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، تحدياتنا رائعة في هذا الصباح الجميل، في هذا الصباح الرائع على أرضية هذا الميدان، ميدان سيف العرب. انطلاقة سليمة لشوطنا العاشر، الشوط الخاص باللقاية البكار المهجنات الأصايل. مع هذا التحدي المثير ننطلق بالصدارة، وأرى الحرة من قادت المجموعة، الحرة من قادت المجموعة وانطلقت بناموس هذا الشوط لعبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي. نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني، وأرى الظبي من أيضا تتسلل مع المركز الثاني بهذا الشعار المتميز، الظبي بالشعار عبيد بن محمد بن بدر العليلي. ومع المركز الثالث وصلت ناصية مع المركز الثالث راشد بن محمد بن سيف المقعودي الفلاسي، متابعا لانطلاقة ناصية مع المركز الثاني، المركز الثالث. التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام والقدوم في هذه اللحظات مع المركز الرابع، مع المركز الرابع نتابع البرق لحميد بن سيف بن حميدان الفلاسي، من على انطلاقة البرق مع المركز الرابع. وخامس الانطلاقات، خامس التحديات الذيبة لمحمد بن خليفة بن درويش الفلاسي. نتابع المركز السادس، نتابع التقدم مع المركز السادس، وأرى العزرة تأتي سادسا لسالم بن سعيد بن محمد العامري، من يتابع انطلاقة العزرة مع المركز السادس. بينما انطلقنا مع المركز السابع بأراء الظبي لعبد الله بن سليم بن علي العويسي، من يتابع انطلاقة الظبي مع المركز السابع. ثامن الانطلاقات نتابع جودلفن لحمد بن سلطان بن درويش المنصوري اللي أعلن انطلاقة جودلفن مع المركز الثامن. وتاسع التحديات أرهني سبع لمحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، متابعا منطلقا بتحديات سبع مع المركز التاسع. مشاهدينا متابعين الكرام، عاشر التحديات انطلاقة الشامخة لعزير بن محمد بن عزير الحميري، يتسلل وينطلق أيضا بتحديات الشامخة مع المركز العاشر. نتابع مجريات هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الصدارة، نتابع البداية والمقدمة، وناصية على رأس الحربة، ناصية اللي تنطلق بناموس هذا الشوط لراشد بن محمد بن سيف المقعودي، تليها مع المركز الثاني. نتابع الظبي، نتابع الظبي مع المركز الثاني لعبيد بن محمد بن بدر العليلي، ولكن أرى الحرة مع المركز الثالث عبد الله بن محمد بن حيروم المحرمي في متابعة وانطلاقة الحرة مع المركز الثالث. بينما انطلقنا مع المركز الرابع بأرى التقدم في هذه اللحظات والتسلل، التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الرابع، مع المركز الرابع القدوم في هذه اللحظات من العزرة لسالم بن سعيد بن محمد العامري. ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر التقدم لمهمة لسالم بن دهيمي بن حمد العامري، أعلن انطلاقة مهمة تتسلل مع المركز الخامس، المركز السادس من الجانب الآخر ذيبة لمحمد بن خليفة بن درويش الفلاسي. وسابع التحديات نتابع، نتابع البرق، نتابع البرق مع المركز السابع حميد بن سيف بن حميدان الفلاسي، متابعا لانطلاقة البرق مع المركز السابع. ومع المركز الثامن الشامخة عزير بن محمد بن عزير الحميري، متابعا لهذا الانطلاق المثير وأسيل، تتسلل مع المركز التاسع بأول ندى راشد
بن عامر بن دعفوس المنصوري، من يتابع انطلاقة أسيل، من بدأت تتسلل في هذه اللحظات. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، ننطلق مع المركز العاشر، مع المركز العاشر مشاهدينا متابعينا الكرام، مع هذا التحدي المثير والقدوم في هذه اللحظات. نتابع سوده لمحمد بن احمد بن خزع العامري، من يتابع انطلاقه سوده، من بدات تتسلل وتنطلق مع المركز العاشر. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمه والمندفعه في هذا الشوط. نعود مع الصداره، مع البدايه، مع المقدمه. نتابع ناصر، نتابع ناصية اللي انطلقت بالمقدمة، راشد بن محمد بن سيف المقعودي، من يتابع انطلاقة ناصية واللحظات الأخيرة. العد التنازلي، العد التنازلي لمجريات هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني، ما شاء الله تبارك الله، القدوم 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 من الحرة لعبد الله بن محمد بن محروم المحرمي، متابعا لهذا الانطلاق المثير والتسلل، التسلل التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع الانطلاق، نتابع التحديات المهمة. سالم بدهيمي بن حمد العامري، من انطلق مع مهمة قادة المجموعة في اللحظات الأخيرة، بتضيف النقطة الثانية لهذا الشعار. المركز الثاني، نتابع سودة محمد بن أحمد بن خزع العامري واللحظات الأخيرة. ولكن أرى ناصية من الجانب الآخر، راشد بن محمد بن سيف المقعودي، ولكن مهمة 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 انجزت المهمة. تهانينا لسالم بدهيمي بن حمد العامري، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام تاتي أسيل راشد بن عامر بن دعفوس، المركز الثالث ناصية راشد بن محمد بن سيف المقعودي، المركز الرابع تصل في سودة محمد بن أحمد بن خزع العامري، ومع المركز المركز الخامس تحديات وانطلاقة الشامخة لعزير بن محمد بن عزير الحميري، 7:53 هو توقيت وتحديات مهمة. تهانينا لسالم بدهيمي بن حمد العامري، تهانينا للجميع والناموس.